سيبتا اول ركنيه في الشوط الثاني من جانب تشكيله المدرب فوزي بن زركي. خليل شمام، وليد الهيشري الهدف الاول، وليد الهيشري يسجل الهدف الاول للترجي الرياضي التونسي بعد اقتناص كره وراسي ممتاز على مستوى القائم الاول. سجل هدف شبيه حكيم لهذا الهدف في لقاء ترجي ومازن بي في الموت الماضي، وقلنا الكرات الثابته قد تغير النتيجه من هذا الفريق او ذاك. اذا وليد الهيشري يفتتح النتيجه للترجي في الدقائق الاولى للشوط الثاني بعد ركنيه منفذه باتقان من جانب اللاعب خليل شمال. هذه امكانيات وليد الهيشري كيف يقولنا قلت الترجي يملك معناها العديد من اللاعبين سواء كان في الخط الهجوم او في خط الدفاع، معناها امكانيات هجوميه فعاله مثل وليد الهيشري. واحنا شفناها حتى في مباراه النهائي في موزمبيق كم كوره معناها تعدوا معناها على بعد قليل بكل من العارضه ولا من القائم وكان ممكن يسجل هدف، وسجل ضد موزمبيق قبل وسجل هنا العديد من الاهداف نفس الطريقه. هذه اثر عامل كره ثابته مره اخرى هاجه بلا